لا شريك له واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله وبعد بشان بركه سنه رمضان ومحاضرات السياق وضي محاضرات قبل انا كساب سنايه كنتي وبلا قدوين بل من عقوبات وركن من اركان الاسلام ركن اركان تشنتا واسلام كو oo tiirasha uu ku taagan yahay kamida weeye isaga oo fawaayidiisa ahkaamtiisii wax ka mida xukun buu leeyahay oo shuruud buu leeyahay soomka oo arkaan buu leeyahay fawaayid gaarana uu leeyahay acmaasha kale aanay la qabin shuruud buu leeyahay oo qofku haddii uu muslim noqdo mukallaf uu noqdo oo uu u suurto gasho inuu soomo u karo qofka ay u soomaa lagu leeyahay arkaan buu leeyahay oo arkaantiisuna waa laba oo habeenkiina inuu niyoodo maalintiina uu ka afhaysto wax qof sooman afuriya mubdilaadna wuu leeyahay oo intaasaan ku joojinaynaa axkaamtiise mubdilaadiisa waxaa la yidhaa waa cashara toban tobankaa shicir baa lagu kulmiyaa casharatun mufadiraatu sawmi fahaakaha igmaau kulli yowmin إنزاله مبشر وردة والوضع والقيء إذا تعمد ثم الجنون حيض مع نفاس وصور عين بطنه مراسي طبعا كاسي كشي قال إني مفطراته صنك فضائشي سو أدبي وبرنتها لا تعد ولا تحصى وحاسكي رقصمي محاضراتي شيخ عبد الرحمن هي تيدي او لبدا ايدو waxaan loo soo sheegay fadaa'il quraan sida darteed waxaan ku darsanaynaa fadaa'il siyaam soomku fadliga u leeyahay horta marka koobaad fadaa'ishiisa waxa kamida mar alliyaala markuu soom yimaado albaabada ciqaabta iyo dhibtana waa la xiraa kuwa naxariista iyo raxmadana waa la furaa سيدا وحديث النبي قال لنا قوري عليه الصلاة والسلام إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النيران وصفدت الشياطين رمضان مركو يمادو جنة الباب هذا أنا والا فرا نار الباب هذا أنا والا حرا شيطان أوردنا والا سلسلة دايايو والا حرا وحيكمت هاي فضل قصوم كإن بليه كلا شياطين تي فسح هايستي oo musalladka wada ahaayo la diray ramadaanka laynaga joojiyo laynaga qabtay nicab ilaahay waxaa in ilaahay ciqaabtiisa oo albaabkeeda xiray oo haddii aad dhimato adigoo muslima oo ku dirmaya ilaahay daacadiisa ramadaan dhexdeed rajo weyn aad u leedahay raxmadda ilaahay inaad hesho haddana ilaahay subxaanahu wa tacaala ciqaabtiisa uu sidaas ku xidho albaabadii naarta la xiray رمضانك وحكم كم إذا نعم كأوليه إنه حبيبك إنه يدي من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه روحي رمضان كعاء أو هبين كي استاغ بلا كلا لما ده إساق أو رميسان عمل كان أولي من الله سبحانه وتعالى كو أدون صدي أجر عصوب سنة يوسم عائر ويأي مثل كلمنا عن كلا هين ذنبي جيسي هوريه ولا دافع وغفران الذنوب أو نعم وين أو أن لجهلين أعماش كلوي وحاك له أو كم إذا فضائش أولي هاي يفا إيدوين كفرها بدن كفران الذنوب إنه إله سبحانه وتعالى إنه يسي رمضان الصلوات الخمسة والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر salaadaha shanta jumcadu jumcadeeda kale maxaa ugu fog marka ramadaanu ilaa ramadaan mukaffiraatu limaa baynahum dunuubtii u dhexaysay bay baabi'inaysaa oo tirtiri idajtuniibat ilkabaa'iru kuwa waaweyn haddii laga dhowrsado laga dheeraa ramadaanku nicabka uu leeyahay ama fadaaisha goonida u ah waxaa ka mid a qofkii salaad tukada albaabka salaada looga dhawaaqa qofkii sadaqa la baxana albaabka sadaqada looga dhawaaqa
عمل كستو قفكو قبطو الباب كيسو مقعي سيرا لوغادا واقع إلا صونك مويان صونك وحلوغادا واقع الباب ليدادو باب الريان ريان معناه دو حوية رمضان معناها رمضان مشتق من الرمض بالليلة روما دي عقا قبا لقصو اشتقاق دي يعني كليل وانا سيدا صو جسمكي طعامكي شهواتكي شرابكي وحيابه ملادات كها يو نمبا دو قتا كيسا إلهي درتي دبا تنجر كانوا القبنا يا يو حرنسانا يا يو رمضان ساسا اللوي استبدل كدبا وحوليه قيامة إنو كقلو الباب ليلة جندا الباب كعكاندا أم عبتاك الباب كالريان والباب كعكاندا أبو بكر صديق بان نبي كويد عليه الصلاة والسلام بأبي أنت وأمي يا رسول الله فهل أحد يدعى من تلك الأبواب كلها أحد من الباب بدأ لو قود يجري مجرى نبي كويد عليه الصلاة والسلام نعم وأرجو أن تكون منهم أذكر إن أتكمتها نجيم أبو بكر أبي بكر أذكر إن أتكمتها أيان نجينا صومكو وحيابها كلا وقولي ذا اللي هي وحاكم ذا سيب الرمضان أعماشا أنقبنا إنه أفرها بدن أو فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن لله إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا لله أعماش صالحات كي آد الله تحديدين يلا بورين يم وذا مأمورات كا وحك جسي دوية هي إنه إلهي كأجرسي مباشرة وفرزه بلا واسطة إلهي إنه كأجرسي صانك يسقون عيد وحبل لجوج سودي من ملاك لجوج سودي كل عمل ابن آدم له كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به عمل كابن آدم يسقى إسكوض له إلا صانك مويان وأنيق صانك له أنيق أنا كأبر مرنه ترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي أنت ديسي إيا عبد ديسي إيا نفتي سدوني دادي أردن نفتي سدوني دادي أردن ملها ومن باب عطف العام على الخاص في الأوريجن عام با خاص لغا عطف شهوات دي وحيا لها صوم مرحين هو يتعي دعام كيف شرابك شهوات كي كم ديهي وحيا بك لو اللي شيء قلنا شهوات كي كم ديهي مركز شهوات كاسو رنبو أنا قدرتها أيو أقتها أيو يريبه أنا كأبا المريني وحال يسكن يرقلي يا أما اللي يسكن بوريو سيحوق للي نوغود دي عمال الذي صالحين أول بقباني إنه كم دهي قرآن كأغرنتي سيوش عبد الرحمن لو شاكين يفضايش أوليه أو أين قدرنا تدبر إيا تفهم أين قدرنا قاب تيا قدوس وجيد إيا برارق أنا أين قدرنا قرآن كواكن كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أغفالها أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا أفلم يتدبروا القول أم جاءهم ما لم يأتي آباؤهم الأولين تدبر كقرآن ككجرة وحا معنى بالغة كسوكا أو إسكو ثوابية إسكو أجر منا معها قفك قرآن كإسكدر يرين أيو أغرين أيو تدبر كجرين إيا قفك معاندي سفير فيرين أيا إي آيات سؤاش إلهي سؤالنا إي آيات تعود كإلهي كمغنقل إي آيات عبرات اعتباري معتبر كل نقونا إي عبرة سمين إي آيات قصادة دول إستاقة إي كنت وقفة إي مارك تكو عبرة قادنا إي وحي كقصونا إيسا هدي حمي الشيق إيسان كجوكسان دي أمضيه وحيابيه اللي قوها لاغي مركو دمار أيو إلهي سبحانه وتعالى أمضاه وحيابو كوها لاغي ودنوبته وضع الله وقبته ووكيلها فكلنا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون مركض ما لها مره قل هذه اللي غرقيه محلقوا غرقيه كل الحذر قل هذه الخسفية نلك للقويه محل للقويه احذر كل الحذر قل هذه الصيحة كل عظيم حي متان كل الحذر يعني قرآن كتدبر كيسو وحي فوائدك إيمانا يسايا كم تهي إن القرآن كالمركز أغريسو
تدبر ولا تمادو هذا سوى شيء ده أم غافل هين حافظ بيسكاه حافظ با إسكاه لو حد يعكر تينات ما هي رتاه القرآن كأيوه إني تتعطى كوجيرو تجبيني سب القرآن إلا قلنا ما هي كأنا وكن النبي يقولها مع السفرة الكرام البررة كان تجبيني القرآن كأوود مذا كود مذا لا يجيد ينا هود كلام نحول ينا له أجران بود النبي عليه الصلاة والسلام لبا أجر أيو ليه يبود مركا قف والبع وإنه كبر عرق سنادو قرآن كمركو أقرئ أيه وحاء أقرئ أيه معناه أوتوس أيه هدي أو يهي إن أمر لغسينا يا أمر كائنات قادته هدو يهي إن وح لجاره بيو وحاء إناد كاستاكتو هدي بقرآن كم يلعب بدن بسؤال كجر تايو إلهي واحد سؤال نسأل النبي جنب عليه الصلاة والسلام إسوا قرآن كتو كنيا أيو مال والبوحى أمر يسوا النبي جويه لي عليه الصلاة والسلام وحي كره بسنة وكهر يي وحي سؤالنا وطلب كديبنا النبي عليه الصلاة والسلام مركب بشا خير كلا أي نسوا قابل سن وحي أباها إنه الله قابل مستحسن كمستحب كأوحى كم ذا إلا السنة يي أو أنا أحسن عفوين الله نمانه إن أنا سعفينه دمانتن ولا تتفرقوا بالي هكلا تجينا هذا نوع حالي واعتصموا بحبل الله جميعا نوع ولا تفرقوا تفرقوا ملك ليك صارت ولما هي القرآن حديث النبي عليه الصلاة والسلام يسون هذا إلا السنة مفسرة للقرآن قرآن هو شامل بحبك ما تجين ما فرضنا في الكتاب من شيء كتابك رنتي اللي للأسف كل الأسف وحلا جح مع ذا وحاء كتاب كين القرآن كأج عن بدحين بكجرة مدارس تين ناقة ما لها كتاب كقرآن كله قد جاء وذا جين كذا عفيري ما لها كلا معاهدة كله قد جاء يا مدارس وحيابها كله قد جانا وحوي ورجح يان يا مرايض يوي قرآن كين إنه قرص وقابل oo quraanka ay nu gaarsiinay meeshii ilaahay jalla jalaluhu u gaarsiiyay wa kalaam arrahman wa kalaam rabbil aalameen wax la midhi ma jiro wax la dhigtay iyo wax la dhowrto iyo wax la qaatay iyo wax la xambaariyo ma fi suduri iyo ma fi damaayir iyo ma fi alsina midna wax la midhi ku ma jiraan kalaamka ilaahay subhanahu wa ta'ala ay shaamilka ay diinu kulluhu huwa diin ko dhan waa isaga way من يوم أنزل الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ باسم ربك الذي خلق إلى يوم توفي 23 سنة يسودقي على حسب الوقائع يسودقي حكم كيسقوها حرمته يسقيها حللته يسقيها سنة ديمية وسنة مفسرة للقرآن سنة القرآن كم يفسرس سيد أنتها آتي بل أنت إنه أجانب مزيد يسير منزلة أوليها لحد أنك ليه gacanta midigta kitaabka quraanka ay ku qabsan kitaabka quraanka gacanta midigta ay ku qabsan marjiceena ha noqdo masterkayna wax ka qaadana isagu ha noqdo marka waqtigiiba ciriiriya marba xogaa ishaara aba dhinacniga baxayso ee waqtigi uu gaaraya aad iyo aad baad u mahadsantihiin ee dhageysigiina wanaagsan ee dhageysateen muhaadaraadkan إلهي سبحانه وتعالى إن أقلق من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وجزاكم الله خيرا صلى الله وسلم على سيدنا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.